مشوارك الفني تقريبا كم عمل؟ كم؟ 12 عمل تقريبا. 12 عمل. شايف ان ده قليل في الفتره يعني كم سنه تقريبا في الفن؟ 7-8. شايف ان ده قليل؟ لا، هو الحكايه مش بالكميه، يعني انت شايف انه عمرو عمل خطوات في 7 أو في 10 أعمال. دي حقيقه فعلا. طيب ده في حد ذاته يعني شايفه حاجه كويسه. فهي فرقه ناجي عطا الله مع الزعيم عادل امام، يعني اي فنان بيقف قدام عادل امام لازم بياخد صك كده النجوميه على بالظبط. الحمد لله، فكل اللي واقف قدام الاستاذ عادل امام نجوم طبعا، وهو قادر على انه يخلي اي حد نجم في مشهد واحد يعني. فربنا يديله الصحه ووفقه. والاعمال احساسك بيكون ايه لما بتسمع شائعه مرضه او يعني لا قدر الله وفاته؟ كل شويه الشائعه دي على طول بتطلع، ما استناش بكلمه على طول، ما استناش بصراحه. وببقى عارف ان يعني انا بصراحه يعني احنا عايشنا قريبين من بعض، انا والمجموعه كلها مش انا لوحدي، يعني زي ما يكون ولاده فريق كله سنه بحالها فريق نجا عطا الله كله معايا، فبقى في رابط عاطفي كده. فالحقيقه طيب الحمد لله عمري ما سمعت الاشاعات السيئه دي ولا صدقتها ولا قلبي حس ان في حاجه، بس بستغلها ان انا اكلمه واقول له كل الناس بتطمن عليك وكل الناس على الفيسبوك بتقول الف سلام عليك وبعد الشر عليك. هو بيبقى مبسوط من اللمه اللي حواليه دي، كل الناس بتتصل تطمن عليك. طبعا طبعا طبعا، يعني ما فيش حد يعني عنده كم حب الناس ده ولا 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 كميه المشاعر دي في الوطن العربي كله قد الاستاذ عادل امام يعني.